السلام عليكم البنات، كي درتو بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. جيت اليوم البنات، بغيت نشارك معكم واحد البريوش كيجي البنات، كيجي زوين وهشيش. بغيت نديرو الكاسكروت، وقلت علاش لا ما نشاركو مع البنات. نديرو الكاسكروت ولا نفطرو به في الصباح، ولا علاش لا؟ دابا راكم عارفين الدخول المدرسي وداكشي، نديروه للدراري يفطرو به، ولا يديوه معاهم المدرسة وداكشي. بغيت نشاركو معاكم. عندي هنا البنات كاس العنبة ديال الحليب دافي، عندي نص كاس ديال العنبة البنات ديال السكر سنيدة ولا السكر الخشن، عندي جوج بيضات، ولكن غادي ندير غير بيضة وأبيض بيضة، والصفر غادي نخليه للدهن. عندي رشيشة ديال الملحة، عندي معلقة صغيرة البنات ديال الخميرة الفورية، خميرة حبيبات ولا اللي كانت الأخرى يدير معلقة، المهم معلقة صغيرة. عندي صاشية ديال الفاني وصاشية ديال الخميرة من فئة 8 غرام، وعندي البنات هنا قشور ديال الحامض اللي بغي نسم بيهم هاد البريوش البنات، باش ما بغيتو تنسموه نسموه. أنا غادي ندير الفاني، ولكن اللي كيبغي النكهه ديال الحامض يديرها، ولا النكهه ديال الليمون، علاش لا يدير اللي بغى يدير حتى شويه ديال النافع ولا شويه ديال حبة حلاوه يكونوا مطحونين، يدير غير شويه، واحد المعلقه صغيره. انا ما غاديش ندير هاد القشور ديال الحامض، حيت ما عنديش مع الحامض بزاف. وعندي نص كاس البنات ديال العنبه ديال الزيت، وعندي جوج كيسان ونص ديال الدقيق، بالعبارة البنات 250 غرام ديال الدقيق. دابا غادي ندوزو باش نخلطو المقادير. دابا البنات غادي ندير بيضة كاملة، وغادي ندير بيض ديال البيضة. الفرن غادي نخفض فيه الدهن، الصفر غادي نحتفظ بيه باش ندهن بيه البريوش. غادي ندير شيشه ديال الملحه، كنصحو الذوق البنات شيشه ديال الملحه، حيت هاد البريوش كيجي حلو. غادي ندير نص كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده ولا السكر الخشن، ندير هاد الساشيه ديال الخميره، عفوا الساشيه ديال الفاني البنات. انا كيف قلت لكم، باش ما بغيتو نسمو هاد البريوش، كيجي على حسب واحد كل واحد باش كيبغي ينسم. غادي نديرو فردي في ديك الليمون الصغار، فهاد الليمونة البنات انا راني دهنتهم بالزبدة ورشيتهم بالدقيق، باش ملي سالين يكونوا. دابا غادي ندير كاس ديال العنبة ديال الحليب دافي، ندير معلقة صغيرة ديال الخميرة الفورية، متكتروش الخميرة البنات باش دابا الحال سخون، ديرو غير معلقة صغيرة كافية على هاد الشكل هدا البنات. المحتوى ديال القناة ديال البنات، كنتمنى تدعموني، تشاركوا في القناة ديالي، وتضغطوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي.
نسيت البنات شويه، بغيت نديرها بلا زيت. عندي نص كاس ديال العنب البنات، غادي ندير الدقيق. انا عندي جوج كيسان، جوج كيسان ونص البنات، بالعبارة بالميزان ديرو 250 غرام. غادي ندير هاد الساشية ديال التخميرة من فئة 8 غرام البنات، كيعجبها هاد الشكل هدا البنات، تقيل العجينة ديالو كتجي تقيلة بحال ما هكا. غدي نجيب واحد المعلقة هاهو البنات، أو سمحولي إلا غبرت عليكم. راه غير صورت البنات وشاركت معكم شحال من وصفات، ولكن كان الويفي مقطوع، وداكشي علاش كان شي مشكل عندهم شي حاجه، وكانوا محبسين. كنت كنصور الفيديوهات وكنخليهم في التليفون، ولكن مع الاسف تمسحوا ليا. غادي ندير هاد الليمون هادو، غادي ندير غير قياس واحد معلقة ونص ولا جوج معالق، المهم على حسب تخليو فاشي ما فاش تخمر العجينه غادي تطلع. ما نعمروش ليمون بزاف، انا غادي ندير فهاد ليمون هادو ونشوف شحال غادي. الا بغيتو تضبلو المقادير البنات ضبلوهم، انا درت غير شويه على حسب راكم عارفين الا ما كيكون الواحد بوحدو ما يمكنش ياكل هادشي كامل، ديروا غير القياس البنات. واش راكم عارفين الدراري دائما خاصهم خاص تبدل، ماشي تخليهم غير حاجه واش. دابا البنات بعد ما عمرنا العجينة في القوالب، انا خرجوا لي 9 ديال القوالب، انا راه دهنت 12 لكن ندينا 0 ديال البيض، دير معاه قطيره ديال الحليب البنات. غادي ندهنو دابا البنات، ما حد باقي ما خمرو، اللي غادي يطلع الخميره في البريوش الا دهناهم غادي يهبطو. دهنوهم دابا قبل ما يخمرو،
كون البنات هاد البريوش كيجي زوين الدراري الصغار يديوه معاهم من المدرسه ولا دابا راكم عارفين كنديرو الكب كيك ولا شي حاجه. المهم باش ما نشريو حتى شي حاجه من الزنقه وراكم عارفين دابا واحد يدير الحاجه في دارو احسن ما يشريها. ندهنوهم حيت العجينة خفيفة داكشي علاش كتبع الشتا إلا بركت عليهم هكدا. وتزينا البنات اللي بغا يدير الزنجلان يديرو اللي ما بغاش يمكن حتى يطيبو ويدير غير يدهنهم شي حاجه ويزينهم بالكوك ولا كاوكاو ولا اي حاجه كانت عندكم على حسب الدراري كيعجبهم الفيرميسيل كيعجبهم شي حاجه. المهم باش تزينهم انا ديالي ما كياكلوهمش الا درتهم الزنجلان مي دابا البنات غادي نخليهم حتى يخمروا وبعد ما يخمروا ندخلوهم الفران يطيبوا وبعد ما يطيبوا نتلاقاو ان شاء الله. ها هو البنات البريوش ديالنا بعد ما كيطيب انا راني قسمت وحده على حساب بنتي بغات البريوش كيجي البنات رطاب وكيجي مسفنج. غير جربوها البنات لوليداتكم وإلا عجبكم الفيديو كنتمنى تبارطاجيوه مع العائلة والأصدقاء وما تبخلوش عليا باللايك وشاركوا في القناة ديالي باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.